هنعمل فتة فسيخ ورنجة وسيمو مع بعض، عبارة عن عيش لبناني متقطع مكعبات ومتحمر في الزيت، وطحينة، ذرة، حمص، شرايح ليمون، رانش صوص، مكعبات طماطم، سويت اند تشيلي، شبت، كابري، شطة، خل عنب وليمون وبصل أخضر وكمون وبقدونس. أنا عارفة إن المقادير كتير، إحنا المقادير دي مش أساسية في الوصفة دي، كل واحد يشوف إيه المقدار اللي هو قادر يجيبه أو حابب يجيبه. يعني الرانش صوص من الحاجات اللي طعمها حلو قوي، وبتخلي سواء الفسيخ والرنجة والسيمو التلاتة بيليقوا عليها، بس لو مش قادرين تجيبوه خلاص ما فيش مشكلة، بس هو بيخلي الوصفة حلوة. تقريبا الطحين، الطحينة والحمص والذرة متوفرين عندنا عادي، والباقي برضو السويت اند تشيلي لو انتوا مش حابين تجيبوه، لكن بقية الحاجات انا متهيالي انها سهلة. طيب معانا ايه كمان النهاردة؟ معانا رنجة فيليه شايلين جلدها خالص ومنظفينها وشايلين الشوك اللي فيها، معانا سيمو، معانا فسيخ، معانا بطارخ رنج. نبتدي بقى الحفلة بتاعت النهاردة كده، نحط كده الحاجات دي على جنب. عايزة اقول لكم طبق من الاطباق الجميلة جدا، ان احنا دايما في شم النسيم بنبقى يا اما معزومين على حد عند حد، يا اما حد عازمنا، دي بتبقى من الحاجات الحلوة جدا للعزومات. اهو العيش بنحطه كده، نحط هنا شوية كده الطماطم كده اهو، مع حبة من الحمص، مع حبة من الذرة، ولخبط كده. شايفين طماطم، مكعبات طماطم وحمص وذرة، شبت. لغاية دلوقتي المقادير سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. خلاص شبت، ريحة الشبت جميلة جدا. كابري، الكابري ممكن نستبدله بالخيار المخلل، يعني ممكن نستبدله. ونقلب، احط كمان بقدونس، هبتدي بقى احط الليمون مع الخل مع الكمون، بصل الاخضر، احط بقى الزيت. الزيت من الحاجات المهمة جدا مع الفسيخ والرنجة كده، ونقلب. هحط طبقة كده من الطحينة كده اهو، هحط كده طبعا الصوصات دي كلها بتطر العيش شوية، عايزينه كريسبي هحطه كده اهو كده. شايفين اصلا شكله حلو ازاي كده، تمام. وبعد كده نعمل شايفين اصلا المنظر شكله حلو ازاي، يعني نتخيل كده لو احنا معزومين عند حد وعايزين ندخل لهم بطبق كده من حاجة الفسيخ او الرنجة، ندخل بالطبق ده، شيك جدا جدا ومش هيكلفنا كتير زي ما هنشتريه من بره. يعني العيش والخضار ده ما فيهوش مشكلة خالص، لو انتوا مش هتجيبوا سيمو اصلا ممكن بس نشيله، بس احنا حطينا كمان صفين صغيرين قوي. طيب اخر حاجة بقى الفسيخ، انا خلياه خالص ومقطعة مكعبات صغننة وشايلين منه يعني اغلب الشوك، هيبقى طبعا فيه شوية شوك بس حبة صغننين اهو اهو، وبصل اخضر
كده مع زيت